المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ يرحب بكم. بنقدم لكم النهاردة ريفيجن على مادة الداتا ستراكشر. دكتور المادة دكتور رفعت أبو زيد، معايا في السكاشن دكتور تامر زكريا، ومع حضراتكم المهندسة دينا سي. هناخد النهاردة بعض الأسئلة اللي احنا المفروض نراجع عليها. أول سؤال بيقول عندنا write a C++ program that delete the fifth element from the following list 1 و 5 و 4 و 7 و 10 و 50 و 21 و 24. هو عايز يمسح من الاري اللي هو موجودة قدامي دي العنصر رقم 5 او العنصر الخامس في الاري دي. طب تعال نشوف الاري دي هي كام عنصر الاول، 1 2 3 4 5 6 7 8، هي 8 عناصر. عايز يمسح العنصر رقم كام؟ رقم 5 اللي هو ده اللي هو 10. عايز يمسح العنصر الايه اللي هو رقم 10. ازاي اعمل الكلام ده؟ اول حاجة تعالوا خطوة خطوة. محتاجة الاول حاجة اعرف الاري دي وادخل القيم بتاعتها. تاني حاجة اطبعها عشان اشوفها قدامي على الرن انها شغالة وتمام. بعد كده ابتدي امسح العنصر الخامس واطبعها مرة تانية بعد ما انا مسحت العنصر الخامس، اطبعها بالسبع عناصر اللي متبقيين. تعالوا نشوفها مع بعض ازاي هقدر اعمل الكود. اول حاجة ازاي اقدر اعمل define الاري. قلنا بعمل ازاي عشان هيجي سؤال بعد كده شوية. نوع العناصر اللي جوه الاري دي ايه؟ عندي integer values يعني ارقام صحيحة. بعد كده اسم الاري بتاعتي اسمها array. طيب يا باشمهندس مش عايز اسميها array، سميها اي حاجة تانية مفيش مشكلة، سميها اي حاجة محدش هيقولك لا. بعد كده بعمل هنا square brackets، خلي بالك من كده. ممكن يجي يقولك اعمل لي الاري بعملها definition ازاي، انت لازم تبقى عارف ازاي. بعد كده بكتب equal ودول بعمل curly brackets زي ما انت شايف كده، وابتدي احط جوه الكيرلي براكتس دول الارقام اللي هو الدهاني فوق، واعمل سيمي كولون. يبقى انا كده عرفت الاري تمام. عايزه اطبع العناصر اللي جوه الاري دي. اطبع العناصر اللي جوه الاري دي ازاي؟ عندي كام عنصر في الاري دي؟ عندي 8 عناصر جوه الاري صح؟ تمام. انا هعمل ايه؟ هقول له ان بتساوي 8 مفيش مشكله. طيب انا عايزه اعرف انا ببتدي في الاري باندكس رقم كام؟ يعني انا عندي الاري دي بتبقى بالشكل ده، ثواني كده. ده هي 8 اهي، 8 ايه؟ 8 خانات تمام. هنبتدي نكتب هنا 1 وهنا 5. انا عملت ايه؟ عملت الاري بتاعتي ودخلت فيها الارقام بتاعتها. وخلي بالي من حاجه، انا الاندكس عندي يعني ابتدي من اول زيرو لحد ايه؟ لحد ان ناقص واحد. يعني لو عندي 8 عناصر في الاري يبقى من زيرو لسبعه، لان زيرو معايا رقم، زيرو واحد اتنين تلاته لحد سبعه، يبقى كده 8 ارقام في الاري. انا هقول ايه؟ هقول انا عندي 8 عناصر، فانا هعمل ان بتساوي 8. عايزه اطبع الاري دي، اعمل فور لوب. تكتب قبلها جملة طباعة أقول the original array elements or، وأعمل إيه بعد كده؟ باك سلاش إن تمام. باك سلاش إن دي يعني إيه يا شباب؟ يعني بينزل سطر، يعني هيطبع الجملة دي original array elements or وينزل سطر، وبعد كده أعمل فور لوب. طب الفور لوب بتبدأ من أول فين؟ من أول زيرو لحد أقل من 8. من أول زيرو أهي لحد أقل من كام؟ أقل من 8 يعني لحد 7. يعني هتطبع من اول زيرو لحد سبعة تمام. بعد كده هطبع ايه؟ هقول له array of الاي دي، يعني مرة هيقول لي array of زيرو،
مرة يقول لي أريه في واحد، مرة يقول لي أريه في اتنين عشان أعرف القيم بالظبط. بتساوي ري اوف اي اوف اي، دي معناها ايه؟ هيروح يشوف ري اوف زيرو نفسها بكام. الري اوف زيرو اللي هي واحد، بعد كده الري اوف واحد اللي هي خمسة، الري اوف اتنين اللي هي اربعة، الري اوف تلاتة، وهكذا. تمام يا شباب؟ يعني هنا اللي بين دبل كوتيشن دول يا شباب بيتباعهم زي ما هما. تمام، المتغيرات بيشوف قيمتها بكام ويروح يتباع. هوريك الكلام ده كله في الرن دلوقتي. يبقى الفور لوب دي وظيفتها ايه؟ الفور لوب دي وظيفتها انها تطبع لي كده الري اوف زيرو بتساوي واحد، الري اوف واحد بتساوي خمسة، الري اوف اتنين بتساوي اربعة، وهكذا. اطبع لي الاوريجينال الري الاصلية دلوقتي قبل الديليت. بعد كده انا عايزة ايه؟ انا دلوقتي بقى انا عملت ايه؟ عرفت الاري، طبعت الاري الجديدة، الاري اللي هي الاوريجينال اري، ناقصني ان انا امسح العنصر واطبع تاني. عشان امسح العنصر ده يبقى انا محتاجة اعمل ايه؟ بصوا بقى، انا محتاجة امسح ايه؟ امسح العنصر الخامس اللي هو فين؟ اللي هو فين يا جماعة؟ اللي هو ده، صح؟ اللي هو هنا. طيب يعني اذا العناصر هتفضل زي ما هي في الجزء ده، صح كده ولا انا غلطانة؟ يعني من زيرو لتلاتة هتفضل زي ما هي. المشكلة الرئيسية عندي عايزة من اول اربعة، يبقى بدل عشرة احط فيه خمسين، وبدل واللي وراه يبقى فيه 21، وبعدين يبقى فيه 24، وتبقى الاري دي من كام لكام؟ من 0 ل 6 وما فيش 7، ما فيش ايه اري في 7. انا محتاجه امسح العنصر الكام؟ العنصر الخامس. هعمل متغير اسمه جي بيساوي 5. تمام، انت جي اقول له لو سمحت اعمل لي متغير اسمه جي 5، واقول له طول ما جي اقل من او يساوي 7، طول ما جي اقل من او يساوي كام اخر عنصر في المصفوفه اللي هو 7، انت هتعمل ايه؟ ري اوف جي ناقص 1 تخليه بيساوي ري اوف جي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الري اوف جي ناقص 1، احنا قلنا جي ب5 صح؟ تعالى نشوف نطبق مع بعض. الري اوف جي ناقص 1 يعني الري اوف 4 بتساوي كام؟ بيساوي دلوقتي بقول له بيساوي الري اوف جي اللي هو فيه كام؟ الري اوف جي اللي هو فيه 50، صح؟ يعني الري اوف 4 لو سمحت خليها لي ب50. و10 راحت فين؟ اتشالت، مسحت، اتمسحت صح؟ فبقى دلوقتي الحته دي فيها 50 وهنا فيه 50. طب وبعدين؟ هو ده اللي انا عايزاه؟ لا، انا عايزه نفس الفكره دي. طب عشان اعملها اعمل ايه؟ قال لك زود الجي 1، فبقت الجي فيها 6 صح؟ جي دلوقتي بقى فيها 6 كده. وقول له الري اوف جي ناقص 1 اللي هي كام دلوقتي؟ اللي هي الري اوف 5، تمام، بتساوي الري اوف جي اللي هي كام؟ اللي هي بتساوي 21، اللي هي الري اوف 6 يعني. تمام كده؟ تمام. ارجع ازود الجي 1، بقت الجي بكام؟ جي ب7. اقول له لو سمحت الري اوف 6 خليها بتساوي الري اوف 7، يعني الري اوف كام؟ الري اوف 6 تساوي 24. ارجع يزود الجي تبقى كام؟ تبقى ب8. طيب هل الشرط بقى هيدخل لوب تاني ولا هيقف كده؟ خلي بالك بقى من حاجة، بقى عنده ايه؟ عنده الجي اقل من او تساوي 7. هل دلوقتي الجي 8 اقل من او تساوي 7؟ لا، ما بتساويش 7، اذا هو هيخرج خلاص كده، خلص اللوب دي وهيخرج بره اللوب. الاريه الجديده بقى، خلي بالك بقى من حاجه، انا هعملها عادي، بس هعمل ايه بقى؟ هنقص الان، انا كنت عامله الان هنا 8 عناصر صح، وطبعت 8 عناصر. المره دي خلاص اوريدي انا مسحت عنصر من العناصر دي، وانا عايزه ايه؟ وانا عايزه الارقام اللي هو لحد من 0 ل 6 بس. فبالتالي انا عندي 7 عناصر في الاري، فالمفروض الان بتبقى 7. انا هقول الاول نقص لي لو سمحت الان بواحد عشان تبقى 7 عناصر بس، وبعد كده اطبعهم زي ما طبعت اللي هي الاوريجينال اري. بص كده، اقول ان ال n بتساوي n ناقص 1، فبقت دلوقتي عدد عناصر الاري ب7 مش ب8. وبعد كده اقول اطبع له جمله كده بتقول the array elements after deletion، بعد ما مسحت يعني الاري بتاعتي بقى شكلها كده، for int i ب0 واي اقل من كام بقى؟ خلي بالك من 7.
زائد زائد، وبعد كده هطبع له نفس الايه، نفس الكلام ده، واقفل الفولو. نشوف بقى الرن بتاعها شكله ايه. البرنامج اهو بعد ما كتبناه، تعالوا بقى نشوف ونعمل له رن، نشوف هو طبع ايه. بصوا كده بيقول ايه، the original array elements are اهو من 0 لحد 7، وطبع كلهم بما فيهم ايه العنصر الخامس اللي هو 10. بعد كده ايه، ال array elements after deletion، لو لاحظت هتلاقي كل الارقام ما عدا الايه، ما عدا ال10. يبقى احنا حققنا له المطلوب منه. نكمل بقية الأسئلة. السؤال هنا بيقول algorithm A و B have running time، الأولاني ده الرننج تايم بتاعه وده الرننج تايم بتاع الالجوريثم B respectively، then indicate theta approximation. دي الاختيارات اللي موجودة عندنا. يبقى ده algorithm، ده time complexity أو time running بتاعه، وده time running بتاع algorithm B. بيقول لك هنا السؤال both have same complexity، هل الاثنين ليهم نفس الكومبلكسيتي ولا ايه، asymptotically beats B ولا B asymptotically beats A ولا none ولا إجابة من اللي فوق. هل A بيتفوق على B ولا B بيتفوق على A ولا الاثنين ليهم نفس الايه، نفس ال same complexity. طبعا احنا شايفين ان الاثنين هنا دي يعني ان التربيع ودي ان التربيع، يبقى خلاص يبقى هو اذا الاثنين ذا سيم، ده اعلى حاجه فيها، يبقى الاثنين طبعا عندنا ذا سيم كومبلكس. السؤال هنا بيقول two main measure of efficiency of algorithm، يعني انا بقيس الافيشنسي او الكفاءه بتاعت الالجوريثم بتاعي بايه، هل بقيسه بالبروسيسور والميموري ولا بالتايم والسبيس ولا بالديت والسبيس. ديت يعني تاريخ، والسبيس يعني المسافة بياخدها، مساحة يعني مساحة بياخدها. ديت اند كاباسيتي طبعا معروف جدا ان احنا بناخد، انا بقيس اي الجوريثم بالتايم اللي بياخده، انت خدت وقت قد ايه عشان تحسب الحاجة دي، وكمان السبيس اللي انت بتاخده عشان تحسب الحاجة دي، مش باخد بس تايم بس ولا سبيس بس، لازم اخد التايم والسبيس، الوقت والسبيس بتاعه قد ايه. How do you initialize an array in C++؟ طبعا انا لسه قايلها، قلت بعرف الاول اهم حاجه يكون في اللي على الشمال يكون في square brackets بالشكل ده، الاربعه دول فيهم نوع الاري، نوع الفاليوز اللي جوه الاري اللي هو الانتجر فاليوز، تمام. بعد كده اسم الاري دي كلها نفسها. طيب ابتدي افكر على اساس ايه، على اساس انا قلت بيبقى فيه هنا ايه، بيبقى فيه هنا square brackets مش كده. طيب ده سكوير براكت وده سكوير براكت، يعني أقواس مربع، يبقى أنا إذا هستبعد B وهستبعد D لأنها مش أقواس مربع. طيب بقى عندي A و C. طيب A و C قلنا اللي على اليمين بيبقى أقواس اللي هي كيرلي براكتس دي، أكيد أنا هختار C لأن هي كيرلي براكتس هنا على اليمين. بيقول choose the right option، اختار لي الإجابة الصح. string asterisk x و y، يعني أنا عندي جملة زي ظريفة زي دي، بيقول عندي string asterisk x و y. فاحنا عندنا string يعني أنا عارفة إن هو string يعني نص، تمام. إيه بقى asterisk x و y دي؟ هو هنا بيقول لك إن x is a pointer to a string، ال x دي is a pointer و y is a string، يعني إن x دي pointer y is string. طيب الحل التاني اللي عندك ايه، y is a pointer to a string و x is a string، يعني y هي اللي pointer و x is هي اللي string. طيب ايه الحل التالت، both x and y are pointers to string types، يعني x و y هما الاتنين pointer لنوع ل string type، لنوع string. y is a pointer to a string، y هي pointer ل string. طب ايه اعمل ايه يعني حضرتك، انا مش فاهم، لازم تفكر. يعني قلنا دلوقتي string او انت او اي حاجه، وعشان اعرف قيمتين بفصل بينهم بكومه، ما فيش مشكله. المشكله عندي انا ده ايه، هو بيقول لك ده هو string ولا pointer لstring. طيب الاكس دي قبلها asterisk، يبقى الاكس دي هي اللي pointer. خلي بالك ده في الديفينيشن بتاع الفاريبل، يعني في التعريف في الاول، يعني يبقى asterisk x يعني معناها ان ده pointer بيشاور على متغير
من نوع الزنك. تمام، يبقى وبعدين خدت كوما، علاقتي بالاسترسك خلصت. يعني استرسك دي بتشير على الاكس بس، ملهاش اي علاقة بالواي اصلا. الواي دي مرجوعها فين او بترجع لايه؟ بترجع للسترنج ده. يبقى اذا الواي هي سترنج والاكس هي ايه بقى؟ هي بوينتر اهو، عشان الاسترسك دي. يبقى اكس از ا بوينتر تو ا سترنج، واي از ا سترنج. السؤال هنا بيقول which of the following gives the value stored at address pointed to by the pointer ptr. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لك اي من الحاجات التالية دي بتديني قيمة الحاجة اللي متخزنة في ادرس بنشاور عليه بوينتر اسمه بي تي ار. يبقى انا عندي بوينتر اسمه بي تي ار، يعني انا معرفاه قبل كده، معرفه بوينتر اسمه بي تي ار قبل كده. عايزه اجيب القيمه اللي جوه البوينتر ده، هاتلي الحاجه اللي جوه البوينتر ده اللي جوه بي تي ار. اجيب ازاي اللي جوه بي تي ار؟ تمام، اداني ايه هنا؟ اداني فاليو بي تي ار، فاليو اوف بي تي ار، وبي تي ار نفسه. بي تي ار نفسه دي اكيد لا، ليه؟ لان بي تي ار نفسه معناه ان هو كده بي ايه، بيجيب لي البوينتر نفسه مش اللي جوه البوينتر. ام برسنت بي تي ار، لا اصلا ام برسنت دي ما ينفعش، ده يديني اصلا ايرور. ليه؟ ام برسنت الايه الاكس مثلا، يبقى معناها هات لي عنوان الاكس، انما ما ينفعش اجيب عنوان العنوان. اسس بي تي ار معناها هات لي اللي جوه البي تي ار، هات لي القيمه اللي بيشاور عليها البي تي ار. يبقى دي اجابه صح. السؤال بيقول what will be the output of the following C++ code. هنمشي معاه نعمل تريس كده. انا عندي هنا main، وعندي int array فيها اربع عناصر. بعد كده عملت ايه؟ عملت بوينتر اسمه بي، بيشاور، بيقول ايه بقى؟ بيساوي ايه؟ بيساوي array زائد واحد. عندي ادي الاري بتاعتي فيها 14 و15 و16 و17. عملت متغير اسمه ايه؟ اسمه بي. ده مؤشر بوينتر بيشاور على ايه او بيساوي ايه؟ بيساوي اري زائد واحد. يا ايه الاري دي بقى يا باشمهندسه؟ احنا مش عارفين. قلت اري لما يديني اسم الاري معناها ان هو بيشاور على عنوان اول عنصر في عناصر هذه الاري. تمام، يبقى اذا الاري دي بتشاور لي هنا. هو قال لي اللي هو بيشاور على array ولا array زائد واحد؟ array اهي اللي هي بتشاور على 14 زائد واحد، يعني بيشاور على 15، يعني واقف هنا. يبقى البي في الاول بيشاور على ايه؟ على 15. عرفت منين؟ عشان هو قال لي على array زائد واحد. array دي بتشاور على ايه؟ على اول عنصر في عناصر هذه المصفوفة. تمام، تمام. بعد كده قال لي ايه؟ لو سمحت اطبعي لي، خلي بالك بقى، استرسك بي زائد اتنين. دايما الأولوية في التنفيذ إلى الأقواس. أنا لازم أنفذ بي زائد اتنين الأول وبعد كده أشوف اللي بره القوس. قال لي بي زائد اتنين، طيب يعني بي دلوقتي ما عادش بيشاور هنا، ده بي يعني اتمشي كده خطوتين، هيشاور فين البي؟ هيمشي كده خطوة تانية أهي، يبقى إذا هيشاور على هنا. تمام، انا كده وقفت البي هنا، بقى البي بيشاور هنا. ايه بقى اللي بره القوس اللي انا سبته؟ استرسك اللي جوه القوس، يعني اللي جوه الحاجه اللي بيشاور عليها الحاجه دي. يعني دلوقتي هو المؤشر بتاعي واقف فين؟ واقف عند ايه؟ عند هنا بيشاور على 17، يعني اللي جوه البي، الحاجه اللي بيشاور عليها البي دلوقتي. يعني هيطبع كام؟ هيطبع 17. تمام،
يبقى اذا هو دي او دي هتطبع لي كام؟ 17. اللي جوه بي زائد 2. What will be the output of the following C++ code؟ تعالوا نمشي مع بعض. عندنا هنا ايه؟ عندنا هنا void fun int x. ايه الكلام ده؟ دي قلنا ايه؟ دي اسمها function. function ما بترجعش بحاجة وبتروح بانت x. تمام. فيها ايه؟ فيها x بتساوي 30. ما فيش مشكلة كده. طيب انا خلصت الفانكشن بتاعتي وبعدين بعمل المين. المين دي بقى بتعمل ايه؟ انت اكس بتساوي 20، وبعد كده بقول له فانكشن، بنادي على الفانكشن. الفانكشن دي ما بتجيش غير لما نادي عليه. انا اسمي ايه؟ اسمي دينا. ما بروحش غير لما الناس تقول لي يا دينا تعالي نفذي الامر اللي مطلوب منك. تمام. انا فانكشن اكس، فانكشن دي انا بعت لها ايه؟ بعت لها 20. بعت لها كام؟ 20. فراحت فانكشن دي نفذت الكلام اللي هنا دي ده، قالت ايه؟ انت اكس، انت اكس هي بقى بتاخد كوبي يا شباب. احنا قلنا 100 مره الفانكشن بتاخد كوبي، عشان كده انا بستخدم البوينترز عشان يبقوا مؤشرات بيشاوروا على الحاجه دي، وانا نبهت على الكلام ده قبل كده. قلت الفانكشن بتاخد كوبي من الفاريبل، يعني هي دلوقتي هي راح لها 20 تمام، بس ما راح لهاش الاكس اللي في الميموري دي، ما رحلهاش دي، لا هي خدت كوبي منها وقعدت تشتغل عليها وغيرتها بقت ب30 وعاشت حياتها ومش عارفه ايه وكل، ولو طبعتها فوق هنا هتطلع 30 وكده. انما هي في ارض الواقع فانكشن دي طالما ما فيش بوينتر، هي خدت كوبي من الاكس وراحت اشتغلت عليه وعاشت حياتها في الفانكشن وما فيش حاجه، ولا رجعت بحاجه، ولا رجعت لي بقيمه اكس، ولا باي حاجه. فبالتالي انا ستيل، انا لحد اللحظه اللي انا فيها دي بالنسبه للمين الاكس ب20. لما يجي يطبع تي اوت اكس بتساوي، هيروح يشوف الاكس بتاعها لها لسه ب20، ملوش دعوه الفانكشن حصل فيها ايه. تمام، لانها خدت كوبي منها ونفذت عليه، فبالتالي هتبقى 20. السؤال هنا بيقول which of the following access a variable in structure asterisk b. عشان access حاجة، يعني عندي structure ماشي، structure ده عملت pointer بيشاور عليه تمام، عشان اجيب ال variable اللي جواه variable معين اسمه var مثلا، عشان اجيب حاجة جوه structure جوه على اساس من pointer، يعني ما ينفعش b dot ماشي، بي دوت دي لو انا مش عامله بوينتر، انما طالما عملت بوينتر يبقى لازم اجيب الداش دي وعلامه جريتر زين وبعد كده اسم الفاريبل اللي جواه، فبالتالي هتكون دي الاجابه الصحيحه. كده يا شباب يبقى خلصنا. معاكم مهندسه دينا سيف من معهد العالي للهندسه والتكنولوجيا بكفر الشيخ. السلام عليكم.